بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ الرئيس، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكراً للقائمين على المؤتمر اختيار هذا الموضوع من ضمن الموضوعات التي ستبحث في المناقشة العامة، والتي جاءت تحت عنوان مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت تتطلب لوائح تنظيمية أقوى. علينا ونحن نبحث هذا الموضوع تثبيت نقاط أساسية تكون بمثابة إعلان مبادئ عامة. أولاً، مراعاة التوازن بين أي إجراء لائحي وقانوني وبين التأكد من عدم المس بأي مبدأ ديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي. ثانياً، ضرورة التوجه إلى عالمية الاتفاق على الخطوط العامة، بحيث لا تصبح الدول جزراً معزولة فما يتم تداوله في الإنترنت بطبعه سريع الانتشار، ولا يعترف بجغرافيا وحدود، ولا يعبأ بالخصوصيات بكافة أنواعها الوطنية والدينية والعرقية وغيرها. ثالثاً، ضرورة التأكيد على أنه لا توجد وصفة جاهزة فيما يتعلق باللوائح التنظيمية المتعلقة بغربلة المواد الخطرة التي يتم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي، وعليه فإن النقاش حول هذا الموضوع يجب أن يتواصل بين كافة الأطراف المعنية: الدول، حكومات وبرلمانات، الشركات المصنعة والمديرة لهذه المنصات، النخب المجتمعية والثقافية وغيرها. نعم أيها الأخوة، وسائل التواصل الاجتماعي في مجملها ظاهرة إيجابية ومشجعة، وأعطت زخماً للحرية والديمقراطية، وساهمت في كشف الكثير من الممارسات الخاطئة، ونحن جميعاً كبرلمانيين استفدنا منها في تواصلنا مع الناس. لكن لكل فسحة حرية مسؤولية تقابلها، ولكل رخصة ديمقراطية هناك احتمال لسوء استخدامها. نعم، بناء الوعي أمر مهم، لكنه عملية طويلة الأمد، وأكثر ما نخشاه هو أننا بتسامحنا مع الخطاب المثير للكراهية والعنصرية وخطاب التقسيم والإلغاء والإقصاء بحجة الحرية، يمكن أن نساهم دون أن ندري في تدمير مجتمعاتنا وأخذها إلى المجهول. فنحن وإذ نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي لا نتحدث بالضرورة عن أشخاص لهم شخصيات اعتبارية معروفة ومعرفة، بل في غالب الأحيان نتعامل مع كيانات مجهولة: أجهزة استخبارات، عصابات، إرهابيين، أشخاص موتورين ومسكونين بعقدة النقص وغيرهم. ومع تلك الفئات يصبح الحديث عن الحرية وبناء الوعي والتربية المتراكمة حديثاً عبثياً. لذلك يجب أخذ هذا الملف على محمل الجد. مرة أخرى أدعو إلى مزيد من النقاش والعصف الذهني وتبادل الخبرات فيما يتعلق بهذا الملف، سواء على مستوى اجتماعاتنا كرؤساء أو على مستوى البرلمانيين وورش العمل البرلمانية المتخصصة. وأود أن أتقدم باقتراح إلى اجتماعكم يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة المجموعات الجيوسياسية بغرض بحث كافة الأفكار المتعلقة بالموضوع، تضمن التوازن، أكرر، تضمن التوازن بين الحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية وبين السعي في ذات الوقت إلى ضمان عدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل سيء ومدمر. شكراً على حسن الاستماع.